السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه homeAR.io، ده عبارة عن ايه؟ ان انت تقدر تعمل augmented reality لأي عنصر، بس انا مركز على الهوم. بيبقى عندك كود زي كده، وأول ما الناس تعمل سكان يبدأ المبنى النووي يظهر معاهم، ويبدأ يشوفوا البيت هيبقى موجود ازاي. هو متاح لك ان انت تاخد نسخة تجريبية تجربه. انت بقى بتبدأ تشوف المنزل قدامك بالشكل دوت. ولك ان انت تحمله على الموبايل بتاعك سواء اندرويد او ايفون. وسهل جدا ان انت تحمل التطبيق بتاعك، يعني من ضمن الحاجات الجميلة فيه ان انت مجرد بس تقول له ابلود للفايل بتاعك، ترفع الفايل بتاعك سواء بقى FBX او GBX او اي حاجة من الحاجات ديت. وبالاضافة لكده هو موجود ادنس مجانية على الريفت، وطبعا باقي البرامج يعني، لكن هو ظهر معايا في الاب ستور في الابس بتاع اوتوديسك. ان انت مجرد بس هتدوس زرار فيقول لك اكتب الايميل والباسورد، ويبدأ ان هو يحمل لك الملف على الاكاونت بتاعك. بكل بساطة تختار الموبايل بتاعك وتقول له سيت اب، هيبدأ يسطب معاك ان شاء الله. ودي الصورة بتاعتك.